بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غنديروا كيك حجم عائلي وغنعطيكم ان شاء الله بعض الاسرار باش ينجح معكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. كنبداو بسم الله. كنديروا البيض. البيض دائما خاصو يكون بحراره المطبخ، الا كان في الثلاجه خاصنا نخرجوه ساعتين تقريبا قبل، خاصناش نديروه في الثلاجه مباشره. نزيدو عليه سميدة، ساشي ديال الفاني وشويه ديال الملح. نطربوه مزيان حتى كيولي فاتح في اللون على هذا الشكل، كيبقاش صفر بزاف. كنبداو نزيدو في الزيت بشويه بشويه. ليكم العبار دائما بكاس ديال العنبه هو اللي كنعبر بجميع الحلويات. ودابا غنزيدو دانون ديال الفاني. دانون كنخليوه بالماء ديالو، ضروري يبقى فيه الماء. Thank you.
دابا بقالينا غير الطحين و الخميره ديال الحلوه خويا الخليط. هاد 400 غرام ديال الدقيق كنبقاو نزيدو فيها غير بشويه بشويه، وضروري الدقيق يكون مزيان ديال الحلويات. داك البيض بزاف كيكون زايد شويه في الثمن، ولكن هو اللي كينجح مع به الكيك. نبقاو نزيدو بشويه بشويه ونخلطو. فهاد المرحله ضروري نديرو الدقيق يكون في شي بانيو ولا في شي طاسه، ما نديروش في الطحانه. الا درناه في الطحانه هذاك الفورس الا تطحن ما كيجيش به الكيك، ما كيجيكمش زوين. خاص ضروري هاد المرحله ونخدموه بالفوي. الطحين ضروري يكون مغربل. خاص الخليط ديال الكيك شويه يكون ثقيل. نزيد شويه الفورس. نخلطو مزيان. نزيدو دابا الخمارات. خص يكون الخليط على هاد الشكل، يكون ثقيل شويه و 400 غرام شاط الماء من هاد شويه، حيت على حساب الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشرب. المهم حنا نخدمو عند ميزاننا، خصنا غير نحفظو القوام ديال الكيك. كنجيبو المول ديال الكيك، الحجم كبير بطبيعة الحال، كناخدو هاد الحجم الكبير لأنها كيكة كبيرة. إلا درناها في المول الصغير راه غادي تفاد لينا، غطلع و غتفاد لينا. نديروها في هاد الحجم كبير، راه مغاليش كدير غير 13 درهم هاد المول، وزوين وعملي بزاف بالنسبة للي كيبغي لي كيك الكبار. و لاستيس لخرى
الطحين و الطحين والفوق والزيت خصك نطلعوه حتى للفوق، نطلعوه حتى للفوق باش يلقى الكيك فين يطلع. الا ما دهنتوش داكشي مزيان ومثلا دهنتو غير حتى لهنايا، الكيكه غتحبس هنا ما غاديش تطلع حتى للفوق، وخاصو يتدهن مزيان، وحتى هاد البلاصه خاصها تدهن باش الكيك يلقى فين يطلع. الا ما طلعتوش الزيت والطحين ما غاديش تطلع لينا الكيك. نخويوها دابا، حاولوا نخلو العجين كله ما يبقى حتى حاجه. نديرو ليه شي حاجه من التحت باش ما تجيش العافيه مجهده وتخطف لينا. دخلتو دابا يطيب، شعلت عليه غير من التحت ودرتو على 170 حتى 180 درجه. 170 درجه خصنا ما نجهدوش عليه بزاف باش يطلع علينا الكيك مزيان. كيبقى تقريبا فيه 45 دقيقه، تقريبا ساعه. كنت كيطيب لتحت، عاد كنشعلو عليه من الفوق. تقريبا كنديرو ديك 15 20 دقيقه يطيب من التحت شويه. ملي كنشدو نشمو الريحه كنشعلو عليه من الفوق، خاصو حتى يطلع مزيان. عاد نشعلو عليه الفوق باش يطلع على خاطر. وها هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل. انا دهنتها بالعسل وزينتها باللوز، لوز كونكاسي. شوفوا العلو ديالها، كتجي عاليه فعلا، كتجي زوينه، كتجي رطبه وخفيفه. نقطع معكم شويه. جي عاليه تبارك الله، رطبه زوينه. كنتمنى تجربوها فعلا وتقولوها ليا في لي كومونتير، وتشاركوا معايا الصور ديال الكيك. علاش لا، غنكون جد سعيده. يلا حبيباتي، الى فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني وبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى وصف قادم ان شاء الله. سلامة.